ابو الكرام دريس، الضيعه خدام بها 40 سنه، هذا العام قبل دريس. ولدي مشى تيخدم، باش يخدم طلب خدمه، تناقش مع هذاك المسؤول، جاب له عصابه تبعاته دقدقاته. هذاك الولد تيعاوني، انا عندي 40 الف ريال في الشهر، تتكفي. عندي بنت مريضه تنحصل عليها 20 الف ريال في الشهر، تقري عشيه وشنا ناكلوا ولا شنو. هذاك الدري اللي ما عاوني، شكون اللي عاوني؟ قبضت هذه العصابه، ما هذه العصابه ماشي ضربه اول مره ضربه ولدي. هذه العصابه راه ضربه ربعات المرات ولا خمس مرات، شي بشهود كل شيء، ضربه ربعات المرات ولا خمس مرات. هو تيهلك عباده وكتوقف معاه الشركه. هذا العام جا مدير جديد، ما بقاش هذوك المديرين اللي كانوا معاه، جا مدير جديد تيبغي الحق. قال لي ما السيد عصابي، ما يمكنناش نوقفوا معاه. الناس خدامين لداخل، هذو اللي ضربوه راهم من عندهم من القبيله، ماشي من الضيعه فين ساكنين حنا. حنا ساكنين فيها. جاب غوت عليهم التليفون، الكاميرا راه قابضاه، غوت عليهم. خرجوا الدري تبعوه تقريبا جوج كيلومتر بالسبب. الدري سخاف بالسبب، قبضوه دقدقوه. راه التصاور كاين نتاعو، ما خلاو فيه ميت. دابا راه باقي مدقد اللحم تاعو، ما فيش الشقياطه ولا شي حاجه، ولكن مدقدق من الداخل تاعو بالحجر والعصي. وكان باغي يقتلوه كاع، كان هز واحد حجره حق الدقداش، كان باغي يهبط عليه الراس. راه غير واحد اللي كلاه، راه غير واحد السيد اللي طاكع عليه، وهذاك السيد هو اللي طاكع عليه. ما شحال من ضربه كانوا قتلوه. الدري لحقنا عليه، غوتوا علينا، مشينا لقينا السيد الدري ميت، لحقنا عليه كوما، هزيناه في لابيلانس، ديناه للحاج. من الحاج سيطونا لمحمد الخامس، جينا لمحمد الخامس، نعس يومين ولا ثلاث ايام، ولا خرجوه، ولا تزاد عليه الحال، ولينا رديناه. شنو الجروح اللي عنده؟ الجروح مدقدق عنده داخل، هو مدقدق من الداخل، ولكن ما باينش، ولكن هو مدقدق. شحال الناس ضربوه؟ سنتي هو مدقدق. سعود الناس، سعود الناس اللي خرج باش ضربوه، سعود الناس اللي ضربوه. درتوا الشكايه ديالكم، المسائل دايرين كل شيء، ولكن هذا السيد هو انا نهضروا بصراحه، هو السيد ماشي قمره، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، تيضرب عباد الله. هو معروف، هو ماشي يعني معروف، يسولوا عليه بالله، معروف السيد هذا، وعنده الفلوس، ودابا راه تيدقدق في الفلوس. هذا الشيء فين وقع؟ هذا الشيء هذا فين وقع؟ هذا الشيء في الضيعه الفلاحيه اللي كنا فيها. حنا ما عندنا، عندنا الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء المهم، هذا الواقعه في عين طوطو. عين طوطو في الضيعه الفلاحيه الفوق. سي باس. كاستن. السيد عنده الفلوس، ودابا راه تيدقدق في الفلوس، واي طريقه خصو يخرج، انه هو عضو. باش دار عضو؟ هذوك الخدامين ما يمكنوش يسمح فيهم. هذوك الخدامه هما اللي يطلعوه، هما اللي يطلعوه. هو كان تيخدموا تمايا، هما اللي طلعوه. ما يمكنوش يسمح فيهم. شرحي لنا اختي انت عاوتاني شويه. السيد راه باقي تحت، السيد راه باقي تحت الحراسه النظريه. ثاني يوم عطاو التمديد، ثاني يوم كان عندهم تقديم في المحكمه، عطاو التمديد على حساب السيد المضروب عصام ابو الكرام، باقي هنا في المستشفى نعس. لحق السيد عنده ما كايناش جروح، عنده سطحيه، ولكن مني لوكوغ ديالو مدقدق من داخل، راه كيبقى له كلاكاج اللي ما كيقدش يتحرك، شي بحال اللي كيتشلل في خطره، ما كيقد يطوي لا رجليه لا ركبيه، لهم يحزنوا، كيبقى عاد تيطلقهم طول هكا. انا شفته بعيني المشكله ديالهم من الاساس، من الديبارنا تاع الخدمه. هذاك ولد المنطقه ليه الاسبقيه وليه الاولويه على منطقه واحده اخرى، واش حيت هادوه طلعوه في الانتخابات وعنصري جيتي عليهم؟ انت كمسؤول عن العمال تغنيتي انت وياه، دبزتي انت وياه، كاين هادشي بالتسجيل ديال الكاميرا باب ديال الشركه، تغنيتي انت وياه ودبزتي انت وياه، ما كايناش تولي تحرش عليه خدامه واحدين اخرين ويتبعوه حتى الخطوطه ديال الداريه ويضربوه. راه داروا له شي محاوله القتل، اصلا عنده حتى في الملف راه عنده محاوله القتل، ودابا باغيين يخرجوه من الطبيب. بغيت نعرف انا باش من حق غادي يخرجوه؟ شحال دابا هو في الطبيب دابا؟ اليوم خمس، اليوم ست ايام. اليوم ست ايام؟ دخل نهار الخميس. اذا خرج السبت ولا رجع نهار الحد بالليل. وشنو هو دابا المانع اللي عندكم انتم باش ما يخرجش من الطبيب؟ السيد باقي مريض. السيد باقي كيتعالج، باقي هوسبيتاليزي، شنو غادي يخرج يدير؟ ولا بغاو يخرجوه ولا عندهم شي لوبيات؟ بغينا نعرفوا على هاد اللوبيات.
تدافع على شي حاجه كتخدم البلاد، على المصلحه ديال البلاد. شنو زعما دابا زعما هما دابا غيدخلوا باش يخرجوه من الطبيب؟ باش زعما من الطبيب ما تنظنش انا. ما لا لا، كاينه التدخلات، كاينه. لا كاينه التدخل. السيد عنده الفلوس، السيد عنده الفلوس وعنده الوجهيات، عنده الركايز اللي غادي يخدم معاه. بغيت نعرف انا هاد البيت اللي كيخدموا من المجتمع وكيخدموا انسان صالح، ما كيخدموش انسان فاسد. باش تخدم انت مع انسان فاسد وتضيع امه ديال عباد الله بزاف وبزاف. شنو الطلب ديالكم نتوما؟ حنا الطلب ديالنا، شوف حنا كجمعيه وطنيه للدفاع عن حقوق الانسان، حنا الطلب ديالنا بغينا السيد هذا بغينا يتعالج، بغينا ياخذ الحق ديالو، بغينا هاد السيد هذا ياخذ الحق ديالو من هاد السيد اللي ظلمو. وعندو الشهود، هاد السيد اللي تضرب تما في المرا عندو الشهود ودازو معاه هنايا في التقديم. بغينا الحق ديال هاد السيد يرجع، وبغينا هلا كان هاد السيد هذا مريض باقي كيتعالج، علاش غادي يخرجوه؟ بغيت نعرف انا يخرجوه ولا بغى يخرج الطب يتحمل مسؤوليته. رسالة أخيرة؟ الرسالة الأخيرة كنناشد هاد الناس اللي كتشوف فينا دابا في هاد البت هذا، هاد الناس يوقفوا مع هاد السيد هذا. يوقفوا مع هاد السيد هذا راه مظلوم، خصو ياخذ الحق ديالو. وشكرا.